السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل تدرج لوني. خلينا اجي هنا اقول له مثلا عايز ارسم نجمة بالشكل دوت. خلينا نرسم نجمة تانية. طيب انا دلوقتي عايز ابدأ ادخل اغير في الوان النجمة ديت، فتقدر تيجي هنا تغير اللون زي ما انت عايز، تغير الشفافية زي ما انت عايز. ممكن تيجي هنا فتلاقي يبدأ يحط لك الادوات المساعدة ديت. تمام، كل نقطة من دول تقدر تغير اللون بتاعها بحيث توصل للتدرج اللي انت عايزه بالشكل دوت. ممكن حتى تيجي في الأداة ديت وتبدأ تختار تزود نقطة في النص، فالنقطة اللي في النص دي تقدر تديها مثلا لون آخر مختلف بحيث إن انت تعمل التدرج اللي انت عايزه. طيب ممكن أصلا تستخدم الأداة دي على طول، يعني أي شكل مثلا هنا هتقول الأداة ديت اهي وتبدأ تختار التلوين أو الألوان اللي انت عايزها ودرجة الشفافية اللي انت عايزها وبرضه الناحية التانية. تقدر تختار التدرج اللوني المناسب ليك بالشكل دوت زي ما انت عايز.